بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. خبر عاجل، قبل لحظات توفيت الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة. التعريف عن هذه الملكة لمن لا يعرفها: الملكة إليزابيث توفيت قبل دقائق من الآن، عمرها يناهز 96 سنة. الملكة إليزابيث الثانية ولدت يوم 21 أبريل 1926، وتوفيت اليوم 8 سبتمبر أو شتنبر 2022. والاسم الكامل هو إليزابيث ألكسندرا ماري، إليزابيث ألكسندرا ماري. هي الملكة الدستورية لست عشر دولة، 16 دولة هي ملكتها دستوريا، من مجموع 53 دولة في الكومنولث. الكومنولث هي بتعريف بسيط جدا الدول التابعة للإنجلوفونية التابعة للمملكة المتحدة أو تحت نفوذ الملكة إليزابيث التي ترأسها. هي ترأس 53 دولة في الكومنولث، كما ترأس كنيسة إنجلترا ومنذ 6 فبراير 1952 كانت ملكة المملكة المتحدة وكندا وأستراليا. إذن توفيت ملكة هذه الدول كلها، ليست ملكة بريطانيا وحدها أو المملكة المتحدة، بل منذ 6 أبريل 1952 كانت ملكة المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وهي رئيسة الكومنولث وملكة 12 دولة أصبحت مستقلة منذ انضمامها، وهي جامايكا، باربادوس، باهاماس، غرينيداد، بابوا غينيا الجديدة، جزر سليمان، توفالو، سانت لوشيا، سانت فينسنت والغرينيداد، بيليز، أنتيغوا وباربودا، سانت كيتس ونيفيس. منذ عام 1956 حتى عام 1992 تتراوح عدد الممالك التابعة لها، حيث حصلت بعض الأراضي على استقلالها، والبعض الآخر من الممالك تحول إلى جمهوريات. بسم الله فاليوم الرحمن بجانب الرحيم، أول أربع والسلام عليكم ورحمة الله دول تعالى من وبركاته. القائمة المذكورة إنا سابقا لله صارت ملكة وإنا إليه راجعون، جامايكا، إنا فهي لله الآن وإنا ملكة لهذه إليه الدول: راجعون، جامايكا، إنا لله باربادوس، وإنا إليه بهاما، راجعون. غرينيداد، كل من عليها بابوا، فان جزر سليمان، ويبقى وجه توفالو، ربك ذو سانت الجلال لوشيا، والإكرام. سانت فينسنت، بسم الله وغرينيداد، الرحمن بيليز، الرحيم، والسلام أنتيغوا، عليكم ورحمة الله تعالى وباربودا، وبركاته. وسانت كيس، إنا لله ونيفيس. وإنا والملكة إليه إليزابيث الثانية راجعون، هي أطول إنا ملوك لله بريطانيا وإنا عمرا، إليه وهي راجعون، أطول ملوك إنا لله بريطانيا جلوسا وإنا على إليه العرش، راجعون. بل كل من عليها فان تخطيها ويبقى فترة وجه ربك ذو ست الجلال عقول، والإكرام. بسم زادت عن الله ست الرحمن عقول وهي الرحيم، تحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى التي وبركاته. حكمت فيها إنا لله وإنا إليه راجعون، الملكة إنا فيكتوريا لله البلاد. وإنا إليه هي راجعون، فات أكثر من ست إنا عقود، لله يعني وإنا إليه بعد راجعون. ملكة كل بريطانيا من عليها إليزابيث فان طولا في الحكم، ويبقى فتأتي وجه ملكة ربك ذو الجلال والإكرام. من أجدادها وهي الملكة فيكتوريا. ولدت إليزابيث في لندن وتلقت تعليما خاصا في منزلها. ارتقى والدها جورج السادس عرش بريطانيا بعدما تنازل له شقيقه إدوارد الثامن
عنه في عام 1936، ومنذ ذلك الحين أصبحت إليزابيث الوريث المفترض للعرش. ومن هنا أخذت إليزابيث الواجبات العامة على عاتقها أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث انضمت هناك للعمل في الخدمة الإقليمية الاحتياطية. وفي عام 1947 تزوجت الملكة إليزابيث من الأمير فيليب، وأنجبت منه أطفالها الأربع، الأمير تشارلز، أمير ويلز اللي هو الآن أصبح ملكا من اليوم، والأميرة آن، والأمير أندرو يسمى بدوق بوك، وأخيرا الأمير إدوارد. ومن ضمن الزيارة التاريخية العديدة التي قامت بها إليزابيث والاجتماعات التي عقدتها زيارة رسمية إلى جمهورية إيرلندا، وأول زيارة رسمية من الرئيس الإيرلندي إلى بريطانيا العظمى، بالإضافة إلى زيارة متبادلة وإلى البابا. وقد شهدت أيضا تغييرات دستورية كبرى كانتقال السلطة في المملكة المتحدة والتوطين الكندي وإنهاء الاستعمار في إفريقيا. وقد حكمت إليزابيث أيضا خلال مختلف الحروب والصراعات الداخلية فيها العديد من ممالكها. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.